انت بتعمل ايه؟ انا مش قاعد لكم في البيت ده عشان جوزك يبقى يخصم لي كويس. اتكلم بادب يا ولد، ده ابوك. ابويا يعني يخصم لي يا ماما؟ مو معنى انه يخصم لي يبقى مش مأمن لي، يبقى فلوس الرضاعه دي كاني سرقتها بقى، مش ضاعت مني غصب عني. ضاعت من اهمالك. تمام، انا مهمل، حاسينه بقى يدي الابعاديه بتاعته هو نظر الغبره بتاعه. اتصل بيكي عشان اطمن عليكي واطمنك عليا، عشان في البيت الطويل العريض ده كل ما يجي غيرك انتي. بص هون عليك، انت كمان عارف ان انا هنا ماليش غيرك. معلش يا ماما، انا اعصابي تعبانه جدا، محتاج فعلا ابعد وقتها شويه. هتروح فين؟ اسكندريه، هم يومين بالظبط. أنا عمري ما أخدت إجازة. يومين؟ اتنين بس. أرجوك يا ماما. معاك فلوس؟ منين؟ منين يا ماما؟ ما تشوفيني معاكي قرشين كده. خلصت يا وسيم. اطلب غيرها حالا يا استاذ عليه وحالا. يا ابو الشديد بعزقني، انت ورثت ولا ايه؟ حط لسانك جوه بقك يا بقف انت. الله، واكله محلقه. شكلك ايدك فرته قوي 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 قوي. بقول لك على حاجه كمان، انا بنيناش قوي قوي قوي، واخر حاجه تهمني الفلوس. ما دام كده اجي يا جرسون، يا جرسون هات لنا جزازه كمان. قول لي يعني ايه؟ مش خساره الفلوس دي بالرجاسه. اوه انت جاي تفوقني عليها، وانت مالك انت؟ طب اهو ها كيفك؟ بس يعني كنت حابب اقول لك دي جماعه حبايبنا هنا عندهم ترابيزه، وانا هروح العب، وانا عارفك عز اللعب جد عينيك. شوف كده بقى، شوف كده، شوف في لعبه. اهو نور بسيط حبيبي يا عليوة. راح بالراحة ادفع وانت ساكت. قلت لكم هتقلعوا هدومكم يا بهوات. يا عيني انت خسرت تاني. خسرت؟ ده انا يبقى معايا القمر كله وتقولي خسرت؟ طب ايه رايك بقى، مفيش حد زيي كسبان على الترابيزه دي. اذا كان كده اللي علق فلوس الدور الجديد يا سيد بيه. علق ما علقش ليه؟ لا لا ما تعلقش يا ابو السيد، كفايه خساره بقى. شوف الحمار يقول خساره برضه. يا ابني بقول لك معايا القمر كله. القمر الذي لا يقدر بثمن. مش هتحلي القمر بقى قبل ما الرزمه دي تغلق؟ عينيا الاثنين يا سلام. حلي بقك يا قمر. انت يا ابني يا ابني خليك في ورقك وفرق، بدل ما الله لك عينيك اللي بتبص في حاجه غيرك دي. ومال؟ العب يا حلو. العب. لا بص بقى يا عمر، ايه خف رجليك كده شويه وروح اقف عند عمك عليوه، واضح ايه ان قلمك محني. وانت وحياه اهلك فنط عدل. مفنط عدل.